طيب هلأ إحنا بدنا نأخذ مقدمة صغيرة عن الأوكتيف. شي هي قبل ما نأخذ الآر. شو هو الأوكتيف؟ الأوكتيف أول إشي هذا اللينك تقدر تعملوا له داونلود. الأوكتيف هي اللغة البرمجة تبعت إيش؟ تبعت الماتلاب. لما بيجيك الماتلاب، الماتلاب هو زي استوديو بنقدر نعمل فيه موديلينج، بس هذا كمان بيمكننا نكتب شوية كود. الكود تبعه أو بجوز الشركة اسمه ما بعرفش بالضبط، اللي هو المهم اسمه أوكتيف، لغة البرمجة احنا بنسميها هاي ليفل، هاي ليفل ساينتفك بروجرامينج لانجويج. هلا في عشان ما تخربشوش، هاي مش لغة برمجة، بدي اشرح لكم اياها. هاي مش لغة برمجة، هاي لغة سكريبتينج. احنا تعين البرمجة بنسميها سكريبتينج لانجويج، سكريبتينج لانجويج مليحة for solving linear and non-linear problems numerically. خاصة في هون توتوريال مليح عنها كثير. يعني مثلا إذا عندي أنا بحل لكم هلا linear regression باستخدام الأوكتيف. إذا عندي هاي موجودة بفايل، فايل اسمه x dot هذولا سوري، هاي الماتريكس، هاي مثلا افترضوا انها input values، وهاي output values او target value. اذا بدنا نعمل نحسب نحلها، يعني نعمل linear regression باستخدام النورمال equation ولا اشي، بس بكله load x dot text بس. يعني افرض ان هذولا موجودات في فايل اسمه dot text، على فكرة بتشتغل 100%، إذا بتحطوها بتشتغل 100%، بس كله لود بس ولا إشي ثاني. طبعا نفترض إنك أنت بنفس الباث، يعني إذا بدك، إذا أنت إكس موجودة في باث بدك تحطه على الهارد ديسك، فأنت تعمل له لود إكس، بعدين تعمل له لود واي. طيب هلا بعدين بتقول له سي سي تساوي بقول له هاي الانفرس تبعت اكس والترانسبوز تبعها ضرب اكس ضرب اكس ترانسبوز تبع اكس كمان مره ضرب واي. هاي سي طبعا هاي موجوده بالذاكره، اذا بدي اخزنها على الديسك تبعي بقول له سيف ثيتا دوت اكس بس ولا شيء. هاي البرنامج، اوبس، هاي البرنامج هيك مكتوب بالأوكتيف، وانتو بتقدروا ايش تساووا تستخدموا الان الأوكتيف ولا ايش بدوش. على فكرة اكثر من اللي سويت اللي كنت لكم اياه، وهذا الريال بروجرام انا مجربه. لاحظ هلا اذا بدك تحسب هاي المعادلة ثيتاز، معادلة تاعت اللينير ريجريشن، هاي المعادلة اذا انا بقدر يعني الـ بعوض ثيتا زيرو. شايف هاي المعادلة لما بعمل سيف ثيتا دوت تكست، هاي ثيتا دوت تكست بيطلع لي زي هيك. بروح باخذ هذول الارقام وبحط مطرح الثيتا، هاي بحط 1.8.4. طبعا اذا بس عندي هاي القيم، يعني هذا انا طبقته انا بايدي وطلعت لي هاي القيم، زائد 4 بالعشرة ضرب اكس 1، هاي اكس 1 هون، ده ناقص 56 ضرب ضرب اكس، ناقص 93 ضرب اكس، ناقص 3.7 ضرب واي. إيه هاتوا نجرب، في حدا بيقدر يعمل معي تجربة؟ في حدا يطول كالكوليتر؟ واحد يطول لي كالكوليتر، هاتوا نحسب هاي الاوبزرفيشن، نشوف عن جد كديش طلعت، هل طلعت 2.32 ولا لا؟ مين بتبرع طول الكالكوليتر؟ أنا دكتور. يلا 188.4 زائد 0.4
ضرب هذا الرقم. أسجل القيم هون، هاي 100 وتطلع هاي 188.4 زائد كديش أحط هون؟ 1416 ضرب 0.4 كده بتطلع. ها طلع الجواب. بس لا لا بس بدي هاي المتغير، هكذا بتطلع هاي. نستنى شوي. حدا ثاني يساعدنا بالحسابات؟ المعادلة كلها دكتور. لا هلا تحطيش كل المعادلة، بس طلعي لي اياها انت بس هيك لحال. اللي هي 0.4 ضرب 1416 قد ايه؟ 1416 ضرب 4 بالعشرة تطلع 566.4 بالعشرة. 566.4 زائد او هاي ناقص 65 ضرب 3 65 بتقسم 6 لا لا 56 ضرب 3 حدا ثاني يساعدنا هلا حدا ثاني خلاص الجواب الكلي 252.8 بالعشرة معلش بديش انا استعجل انت بلشي احسبي معانا قديش قديش جوابها 56 ضرب 3 168 طيب 93 ضرب 2 186 180 86 3.7 ضرب 40 148 140 48 هلا هذول انتبهوا بس للناقص كده بتطلع الجواب كله 252.8 بالعشرة يعني ها 250 58 2 بالعشرة 52 52.8 بالعشرة ممتاز نجرب آخر واحدة 252 نجرب آخر واحدة هاي يلا 188.4 زائد 4 بالعشرة ضرب هاي ناقص 56 ضرب 2 ناقص 93 ناقص 3.6 ضرب 3.7 ضرب 36 كده تطلع ما حدا ساعدني منيح 191 شايفين هاي القيم اللي بتطلع هون هاي بريدكتد هذول متنبئات هاي طبعا الريال فاليو هاي هي واي هاي واي بس هاي جبناها من مين من اتش او اكس مزبوط صح ولا لا يعني لو انا اخذت هالمعادله هاي وحطيتها في برنامجي واي بيت جديد بدي اتنبأ سعره بقدر اتنبأ سعره هيك مزبوط بس دكتور مش لازم نحط إكس واحد إكس اثنين إكس ثلاث لأنه هيك إكس 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 معناها أن كل المتغير نفسه ما بصير أنا 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 مخربش قصدك هون لازم حطيت إكس واحد إكس اثنين إكس ثلاث إكس أربعة مزبوط صح طبعا أنا مخربش فيها بالسلايدر هون نفس الشيء